السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الحكاية وما فيها. حلقتنا النهاردة عن هوس التجميل. هوس التجميل يلاحق الفنانات في جميع أنحاء العالم، وبرغم من الفوائد التجميلية والنفسية اللي بتعود على الفنانات بالإيجاب، إلا أنه يوجد كوارث تنتج عن إجراء هذا النوع من العمليات، ويمكن أن يصل الحال للوفاة. ومن أبرز الفنانات اللي رحلوا بسبب عمليات التجميل الفنانة ناهد شريف. ناهد الشريف امتلكت الفنانة ناهد شريف ملامح جذابة وروحا وأداء تمثيلي ونبرة صوت مميزة، وعرفت بأدوارها الجريئة والمغرية، فكانت من فنانات الإغراء. واستطاعت ناهد من خلال أدائها في أدوارها اللي قدمتها أن تحفر اسمها في السينما المصرية. وكانت ناهد الشريف أولى ضحايا عمليات التجميل التي فارقت الحياة بسبب خضوعها لإجراء عملية تكبير الثدي لكي تحصل على بطولة فيلم ذئاب لا تأكل اللحم في عام 1974، الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة، فظهرت فيه ناهد الشريف عارية تماما، مما جعل الرئيس الراحل أنور السادات يأمر بمنع عرض الفيلم في مصر، ومنع ناهد الشريف من دخول مصر. وسرعان ما بدأت حالتها الصحية بعدم الاستقرار، لتظهر النتائج والفحوصات بأنها تعرضت لسرطان الثدي بسبب هذه العملية، وتوفيت في 7 إبريل 1981. المطربة فايزة أحمد. قررت المطربة فايزة أحمد صاحبة أشهر أغنية للأمهات ست الحبايب إجراء عملية تكبير الخدود، وكانت وقتها أول عملية تجريها فنانة عربية، وكان سبب قرارها لإجراء هذه العملية إحدى صديقتها اللي نصحتها بذلك بعد أن واجهت فايزة فترة عصيبة تشكو فيها من قلة الوزن وعدم قدرتها على زيادته، مما أدى إلى ظهور وجهها بشكل نحيف جدا لم تكن راضية عنه. وبالتالي لجأت إلى عملية تكبير الخدود، وبعد عدة أشهر من إجراءها لهذه العملية بدأت تظهر على وجهها عوارض سرطان الوجه الذي تسبب لها بشلل نصفي وتشوهات في شكل الوجه، حتى لاقت حتفها بسبب سرطان الغدد الليمفاوية عام 1983. الفنانة سعاد نصر. عرفت الفنانة سعاد نصر بأدوارها الكوميدية، وكونت ثنائي ناجح مع الفنان محمد صبحي، وخصوصا على المستوى الدراما التلفزيونية من مسلسل سنبل ورحلة المليون، وحتى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة، كما كان لفيلم هنا القاهرة مع الفنان محمد صبحي بالغ الأثر في مشوارها الفني، حيث وضعها في مصاف نجوم السينما لتتوالى بطولتها. وتعد الفنانة سعاد نصر من أحدث ضحايا عمليات التجميل، حيث قررت عام 2006 إجراء عملية شفط الدهون من البطن، ولكن أثناء الإجراءات التحضيرية للعملية تم تزويدها بجرعة زايدة من المخدر، أدت إلى دخولها في غيبوبة لمدة عام كامل، وتوفيت مباشرة عام 2007. حلقتنا خلصت، بس مستني رأيكم في التعليقات، هل أنت مع أم ضد عمليات التجميل؟ ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.